انا رما اذا انت جديد هون، اذا لا ويلكم باك تو ماي شانل. بهذا الفيديو رح اخبركم عن كيف تخلصت من حب الشباب وكيف كمان تخلصت من اثار حب الشباب، يعني كيف شلت الاكني والاكني سكارز. اذا عبالكم تعرفوا اكثر عن الموضوع كملوا للاخر، وبليز فولو مي اون انستغرام، الاسم حبيبين. هلا ليش بدي اقول شيء كثير مهم اللي هو ماني حكيمه جلد. بهذا الفيديو ما عم بوصف دواء لحدا منكم ولا عم بنصح انه تشتروا دواء معين، بنصحكم انه تعملوا علاج اذا عندكم مشكله، تعملوا علاج مع درماتولوجيست تبعكم، مع طبيب جلد، او على القليله تسالوا الفارماسيست عن الدواء للجلد اللي بدكم تجيبوه قبل ما تبلشوا. سو بهذا الفيديو كل المعلومات اللي راح بحكيها هي اخذتها من حكيمتي انا، وكل شيء كانفورميشن حبيكونوا هودي بناء على تجربتي انا بهذا العلاج. لنتخلص من حب الشباب، أول شغلة لازم تعملوها هي إنه يكون عندكم غسول، تستعملوه يا صبح يا عشية أو صبح وعشية حسب الروتين اللي يعطيكم إياه الدكتور تبعكم، وضروري إنه تنشفوا البشرة كتير منيح من بعد الغسول، بمنشفة تكون خاصة للوجه مش إنه منشفة العائلة يعني، وطريقة التنشيف كتير مهمة، مش مسح، ضروري تو بات يعني بتحطوا المنشفة وبتشدوا على البشرة مش بتمسحوا، يعني ما تشدوا البشرة تبعكم. تاني ستيب هي العلاج، بس مش انا حبحكي عنه، حبنتقل لتاني ستيب وارجع لتاني ستيب. تالت ستيب هي انه تستعملوا مستحضرات خاليه من الزيوت، اويل فري برودكتس، ان كان برايمر، فاونديشن، مويسترايزر، كل شيء بتستعملوه للوجه يكون خالي من الزيوت، لانه اوريدي بشرتكم عندها اكني يعني مزيته، يعني عندها زيوت، ما نكون بحاجه لاكسترا زيوت، اذا استعملتوا شيء فيه زيت ممكن يطلع لكم اكسترا حبوب. يعني المستحضرات لازم يكونوا water based، يعني مبنيين على المي اذا بدكم، لانه اذا كانوا مع اويل مع زيوت بسكروا المسام، وكل والسيبم يعني الافرازات اللي بيطلعها على البشره رح تبقى جوا وتسبب بظهور حب الشباب. نرجع لتاني ستيب اللي هو العلاج. بس بلشت علاج عند حكيمتي بجانيوري 2018، اعطتني دواء اسمه ايبيديو جل. المكون الاساسي تبع هيدا الدواء هو البنزويل بيروكسيد، والبنزويل بيروكسيد هي اللي بتشيل حب الشباب. استعملته لست اسابيع، وطريقه استعماله يعني عن جد كثير رح كون حريصه على الموضوع، لانه في مره كترت شوي زياده، ثاني مره استعملته بحياتي كترت شوي زياده قلب وجهي كله احمر. سو كثير دقيق هالموضوع وممكن تحسسوا على الموضوع، فمشان هيك بليز اسالوا الحكيم او على القليل الفارماسيست تبعكم. بتحطوا نقطه كثير صغيره قد العدس، بتوزعوها بس على اصبعين كرمال ما يكون البرودكت على كل الايدين بدل ما يكون على الوجه، وبتحطوا نقطه على كل خد ونقطه على جبين ونقطه على الدقن، وبتوزعون بس باصبع كل وحده، يعني حيلا اصبع بكل وحده كرمال ما يصيروا على الايدين مثل ما قلت. فبعد ست اسابيع من استعمال هذا البرودكت رحت عند حكيمتي وبقي حبوب ما قدر يشيلون الدواء، مشان هيك هي شلت لي اياهم بشيء اسمه نتواياج بالتولز تبعها بالغراض تبعها، بإبرة حتى للحبوب اللي كثير عميقة، هي صارت تشيل اياهم وحدة وحدة، فترك مثل جرح، لأن أكيد نزل دم، ترك مثل جرح. أنا هون كنت كثير مبسوطة لأنه عرفت إنه راحوا كل الحبوب من وجهي، صارت بس عملية وقت ليروحوا للجروحات، راحوا للجروحات وبقي آثار الحبوب الأكني سكارز، مشان هيك وصفت لي دواء اسمه لاروش بوزي من لاروش بوزي إيفاكلار ديو بلس. استعملته هيدا لفترة كتير طويلة وكتير تعذبت ليروحوا السكارز، بس رجع راحوا نهائيا. سو إذا بدكم تستعملوا هيدا البرودكت بدكم تكونوا شوي بيشنت وطولوا بالكم عليه. من بعد ست أسابيع من استعمال الإيبيديو ما رجعت استعملته لأنه ما رجعت وصفت لي إياه، وصفت لي دواء تاني اللي هو روتاكنيل. روتاكنيل المكون الأساسي تبعه هو التريتينوين. التريتينوين شغلتها الأساسية هي إنه تطلع بشرة جديدة، أوكي؟ بتطلع خلايا جديد فبصير عندكم بشرة جديدة. عاد ما بحبه لهيدا البرودكت، كمان ثقيل لانه بيعمل اريتيشن، بيعمل شوي شعور الانزعاج بالبشره، وخصوصي اذا انتم بشرتكم حساسه مثلي او عندكم روزيشيا، كثير 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 دقيق هيدا البرودكت، ما تستعملوه كيف ما كان. مش هيك اذا بدكم بشو تستعملوه، اكيد ما بتستعملوه كل يوم اول فتره، بتستعملوه مرتين بالاسبوع. انا مثلا حكيمتي وصفت لي نهار ايه نهارين لا، نهار ايه نهارين لا، بس كرمال البشره تبلش تتعود عليه. وإذا كترتوا شوي زيادة يعني دغري بتنشف بشرتكم، لأنه هي عم بتطلع سيلز جديد، خلايا جديد، وإذا كترتوا شوي زيادة بتصير تنشف، بصير من هون كأنه هيك فليكي يعني عم يطلع جلد، سو ضروري تستعملوا كمية كتير صغيرة لما تحسوا بشعور الانزعاج ولا تحسوا إنه عم بتنشف كتير بشرتكم. فبتحطوا طريقة الحط تبع هيدا الكريم هي مثل الإيبيديو مثل ما شرحتها، نقطة كتير صغيرة قد العدس، تقسموها بس على اصبعين، بتحطوا نقطة على الجبين، نقطة على الدقن، ونقطة على كل خد، وبتوزعون، ما بتقربوا على العينين ولا بتقربوا على الشفاف،
واكيد استعملوه اول شيء بطريقه كثير بطيئه. يعني انا لهلا بعد ما بستعمله كل يوم بستعمله نهار ايه نهار لا. واكيد اكيد اكيد تسالوا الحكيم او الفارماسيست تبعكم على القليله. بدي اقول شيء كثير مهم، اذا انت امراه حامل ما فيك تستعملي، اسالي الحكيم تبعك لتاكد من الموضوع. واذا بدكم تستعملوه ضروري تحطوا كريم حمايه من الشمس اللي هو الاس بي اف، لانه عم تطلع بشره جديده وبعدها فريش، ما بدكم انه تنقذ من الشمس او تحترق بشرتكم. سو اذا عم تستعملوا التكنيل ان شاء الله مره بس بالجمعه ضروري تحطوا اس بي اف. هيدا التريتينويل بتشيل الحب الشباب الخفيف المايلد اكني، يعني حب الشباب اللي منهم كثير كتار بالبشره. ومش بس هيك، ليش كمان بحب هيدا الكريم؟ لانه بشيل التجاعيد. مشان هيك بحطه كمان شوي على رقبتي، ولو ما في حب الشباب بحط نقطه شوي على رقبتي لانه بتساعد على انه يروحوا التجاعيد. ان كنتوا عم تستعملوا البنزويل بيروكسيد او التريتينويل، ضروري تعرفوا شغله انه ممكن يضل عم يطلع لكم حبوب باول كم اسبوع من استعمال هيدا البرودكت. هذا شيء كثير طبيعي لانه عم يطلع هو الحبوب كرمال ما بقى يبينه ابدا. انا هيك صار معي بس بلشت بروتاكنيل، طلع لي اول جمعتين بقي عم يطلع حبوب، بس ات واز توتالي نورمال لانه هنا لازم يطلعوا كرمال ما بقى يبينه نهائيا. يعني هذا شغلته للدواء. وثاني شغله ضروري تعرفوها بالسكن كير انه ما في شيء كبسه زر، مش اذا حطيت اللاير تكنيل امتى نهار بدي يروح كل الحبوب تبعي، لا. ضروري تعرفوا انه السكن كير روتين بياخد وقت، منا كبسه زر، سو بدكم تكونوا صبورين وبيشنت. انا هلا حاليا تكنيكلي ما بقى عندي اكني، بس على طول بيرجع بيطلع لي هون وهونيك، اتس نورمال. ايام اذا استعملت غرض فاونديشن او برايمر او ما بعرف حيلا شيء ما بيناسب بشرتي، دغري بشرتي بتطلع حبوب، سو بستعمل الروتاكنيل. بيبقوا اثار الحبوب، ضلني عم استعمل روتاكنيل لانه اجين روتاكنيل التريتينون يعني بيطلع بشره جديده، فبشيل الخلايا الميته ات سم بوينت بده يروح على السكارز، يعني اثار الحبوب بتطلع لي بشره جديده، بس اكيد بدها وقت. قبل ما انهي الفيديو لانه عارفه انه حتسالوني عن الموضوع، دكتور رولا جاموس هي الحكيمه الجلد تبعي، رح احط المعلومات اللي لها بالدسكربشن بوكس. حياتي كان عندي حبوب، اخر فتره كان عندي كثير حبوب ورح اجرب فرجيكم هلا قد ما في على الضو. عم يطلع لي هون حبوب وما عم بيروحوا، وعندها هون كم وحده معلمين، وهون طلع الحبوب هلا راحوا بس معلمين، بس هلا وحده هون عم تطلع لي جديده، سو ما عم يخلصوا الحبوب ابدا. باي ذا واي اللي جمعه وثلاث ايام على الدواء، وهون كثير خف الحبوب، في بقع بعد ما راحوا، وهون الحبوب عم يطلع غيرهم بس حسيت انه راحوا اسرع. اوكي سو في بعد شو اويت هيدا الشمس، في بعد شوي بس بلشوا يخفوا، سو اتس ا بيج يس. صباح الخيرات، هلا بقني واعيه وراح على الشغل، بس بدي صور لكم قبل ما فل. إلي شهر بالضبط على الأدوية من الدرماتولوج تبعي وليكو. تحية لدكتور رولا جاموس، قالت لي هي من أول شهر في تحسن، من تاني شهر بدي روحوا نهائيا. لهلا مع حق طلعوا ليكو قدي خايفين، تاني مايلي مفش، عن جد كتير مبسوطة كتير مبسوطة. صباح الخير ليكو الجمال، ان شاء الله بحدا يجي هلا من الجيران، بس ليكو هون السوبر خفه وجهي كثير نقي وكثير مبسوطه فيه. ياي توك مي ا وايل، نسيت عن شو بدي اخبركم، بس طلعت على وجهي تذكرت. رحت عند حكيمه الجلد اليوم وقلي بالضبط شهر وجمعتين على الدواء، وقالت لي انه كثير محسن وجهي، عملت لي نتواياج يعني تنظيف كامل للوجه بالطول تبعها، شلت لي كل الحبوب. It was ultimately satisfying. هول كله حبوب، يعني هول جرح شلت لي هون 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 على دقني، كان في كتير حوالي شفافة هون كان في، وكان في حتى وحدة على عيني، وليكو هون هو كله دم. Speaking of skin care، حفرجيكم قديشة my skin محسنة. Please ليكو ذاكرين قدي كان في قصص طلعوا بجبيني وبوجه وبدقني، أنا سوبر مبسوطة. بطلوا straight يعني رجعوا شوي curled كمان من تاني ميلي. بخصوص my skin ليكو ياي I'm super happy، مش حتى ولا نقطة ميك اب، الحمد لله كتير مبسوطة بالريزلتس. اللي عم الدواء اللي عم بستعمله اللي قلت لي عنه ماي دكتور شكله عم يمشي، لأن لي أقل من جمعة عم بستعملته وبلشوا كتير عم يخفوا البقع تبع الحبوب اللي تركوها. فلات هون ماليس يعني ما في طلعة، بس في البقع اللي تركتها الحبوب.
وقلت لها هول البقى انت بيروحوا هول. قالت لي بدهم وقت، في منهم بياخذوا 4 شهور، في منهم بياخذوا 6 شهور، سو هول بدهم وقت. بس اول ان اول كثير مبسوطه وبنصح الكل يروح عند حكيم الجلد، ما يوصف شيء لحاله. هلا بدي اقرب الكاميرا وفرجيكم عن جد. اكثر شيء يعني اكثر شيء المحسن فيه هو التكستشر تبعه، يعني كيف الملمس تبعه. سوبر سوبر مبسوطه فيه بعد ما غيرت الروتين تبعي. بعدني اخر مره مفروض شوفها لدكتور رولا هذا الشهر، بس هيك انا بلا اعطيكم كويك سكن ابديت. الشمس بعيني بس برمت من الفرونت كام لتشوفوا اكثر تفاصيل. اكيد بعد في قصص بس كتير محسنة وجهي، وبعد ما خلص 6 شهور سو طولوا بالكم، انا عم طول بالي. بس عن جد مين ما عنده مشكله بوجهه يروح عند حكيم متخصص ويعالج. هولا انستغرام، امبارح رحت عند حكيمة الجلد وخلصت التريتمنت فاينلي بخمسة شهور من جانيوري لهلا لماي، وقالت لي بس انه كتير منيح وكتير كميتد انا بالادوية وكنت عم تابع الروتين وكتير محسن وجهي وخلص العلاج. صرت وصلت لمرحلة بحياتي اقتنعت انه سكين كير اهم من الميك اب. شوفوا كيف صار وبالشمس. So that's it. Please إذا استفدتوا عملوا لايك للفيديو، وإذا بدكم تعملوا علاج من كل قلبي بنصحكم إنه تعملوه مع حكيم لأنه ما حتكونوا إلا مبسوطين بالنتائج. Thank you so much for watching. أنا بشوفكم next time. Bye guys.